لحظة الندم هي أنفع اللحظات السلبية اللي بتعدي بالإنسان كما يقول علماء النفس. هي لحظة مؤلمة لكنها نافعة جداً للإنسان. ولو حبيت تعرف لحظة الندم، هي لحظة ألم دافع للتغيير يعقب إدراك الخطأ. أول ما تدرك أنك أنت تصرفت تصرف غلط يحصل جواك ألم. الألم ده ربنا خلقه جواك عشان تبدأ تفكر أنا عايز أغير الغلط اللي فات ده. ولما تبص في كلام ربنا سبحانه وتعالى تفهم إزاي ربنا أعطى لحظة الندم اهتمام كبير في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى اتكلم مثلا إن الإنسان بيندم لما يكون في إيده نعمة كبيرة ويغلط ويستخدمها بطريقة غلط، فربنا يسلبها منه، يرجع ويقف كده يقول ما كانش حقتي عملت كده. حكى ربنا في الجزء 29 في القرآن عن بستان. البستان ده كان بتاع إنسان بيطلع منه زكاة الزروع، زكاة المال بتاعته يعني الزرع بتاعه. ولما مات الرجل الطيب الكريم ده، جمع عياله وقالوا مش هندي حد من الفقراء وما يهمناش أي حد، فإذا بربنا يسلبهم النعمة اللي مش عايزين يطلعوا الخير اللي فيها، زكاة الأموال. فيروحوا تاني يوم يلاقوا البستان محروق. فلما رأوها الحديقة قالوا إنا لضالون، يعني إحنا تهنا، دي مش الجنينة بتاعتنا. لا، هي الجنينة بتاعتنا، إحنا ما رحناش ما مشيناش غلط. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، يعني أعقلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ مش قلت لكم امبارح وانتوا عمالين تتفقوا ان انتوا ما تطلعوش زكاة المال؟ استغفروا ربنا، حرام عليكم، ده حق ربنا في الزرع بتاعنا، لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. شوف، بدأوا يدركوا ان هم غلطوا، ان هم نووا ما يطلعوش زكاة المال لما ربنا سلبهم النعمة. الندم بيحصل عند الإنسان في الدنيا لما بيسلب نعم معينة، أو بتحصل هزة في حياته، أو يدرك إنه غلط، ساعتها وقتها ينفع الندم. لكن في الآخرة الندم قد لا ينفع الكثير. ربنا اتكلم على لحظة الندم عشان الواحد يرجع بسرعة جدا قبل ما يقابل ربنا. ليه الإنسان ساعات قلبه بيوجعه على تصرف عمله قبل كده؟ ربنا يا جماعة خلق لحظة الندم لحكمة عميقة جدا، مهمة قوي في حياة كل إنسان. خلقت لحظة الندم لتصحيح المسار. تأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. أي إنسان عاقل يعني عنده حكمة بيقول كلام جنب بعض ومفيد، ما بيقولش أي حتة كده يحط أي كلام جنب بعض، ما بالك لما ربنا يتكلم. فلما ربك في القرآن يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، تعرف إن في علاقة كبيرة ما بين يوم القيامة والنفس اللوامة اللي هي بتخليك تندم وتلومك على تصرف غلط عملته قبل كده. أي حد في الدنيا يا جماعة بيغلط، الكمال لله والعصمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إحنا فقراراتنا وتصرفاتنا خاضعة للصواب والغلط. طب أنا لما أتصرف تصرف غلط واكتشف لازم أصحح المسار، مسار إيه؟ مسار سيري إلى الله. يوم القيامة هنقابل ربنا يا جماعة، أدي يوم القيامة وأدي نفسك. كل ما تغلط نفسك اللوامة ترجع المسار، كل ما تغلط نفسك اللوامة ترجع لك المسار بالندم. المهم تعرف تعيش اللحظة دي بطريقة صح، فيوم القيامة لن تصل فيه بالخير وبالنجاة إلا ما تتعلم إزاي تعيش لحظة الندم مع النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللي بتصحح المسار. خلقت اللحظة لتصحيح المسار. احنا اتفقنا إن لحظة الندم ده ألم، هنتعامل مع الألم ده إزاي؟ مشاعرك من جوه بتقول لك إيه؟ ثلاث حاجات بتحصل للشخص اللي بيندم. حاجة من رقم واحد، اتنين منهم ربنا ميرضاش عنهم، وواحدة لحظة ندم ربانية على مراد الله. رقم واحد انك انت تقتل الألم ده بالهروب واللامبالاة، مش عايز احس ان انا متألم وزعلان ان اتصرفت غلط. او اتنين، تصرف وحش جدا جدا، انك انت تتهم نفسك ان انت انسان وحش واتخلقت للغلط واتخلقت للنار، اسمها جلد الذات. تكره نفسك لما تغلط بتحس بالندم. رقم ثلاثة، الاستجابة الصحية للندم، انك انت تفكر ازاي تغير مسارك واحدة واحدة مع بعض. لحظة الندم، التصرفات الغلط اللي ممكن تحصل معها. رقم واحد، اللامبالاة. اتفقنا ان الندم ألم بيبقى في النفس بيعقب إدراك الغلط. انت عارف ده معناه ايه؟ ان ضميرك صاحي. كون ان انت شفت الصح وشفت الغلط وقارنت وأدركت ان انت غلط، ده دليل ان انت قلبك لسه حي ونفسك اللوامة حية. الألم ده صحي. واحد مننا يقوم قاتل الألم ده والمعاناة دي بالهروب. عملت إيه يعني؟ ما في ناس أوحش مني ألف مرة عشان ما يتألمش وما يحسش إنه محتاج يصحح حاجة في حياته. رد الفعل التاني مع لحظة الندم إنها تقلب معاك بلحظة جلد للذات واتهام النفس. اللي لما أنا أغلط
ان انا على فكره ربنا تقريبا كده ربنا خلقني للغلط، انا مش بتاع جنه ومش بتاع ان انا ابقى انسان كويس ومحترم، انا اتخلقت للغلط. عارف فكره جعلوني مجرما، انا وحش، ويبدا الانسان يتهم نفسه باستمرار انه معطوب، كانه في عيوب صناعه من ربنا كده اتخلق للشقى والغلط. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول المؤمن القوي اللي يعرف يقوم لما يقع ويرجع لما يغلط، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز. خليك قوي. في غزوة بدر يوم ما تأثر سيدنا العباس عم النبي وكان بيخفي إسلامه وكان عايش بيحمي المسلمين في مكة ومهاجرش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا محمد العباس تأثر مع المشركين، هو عند المسلمين في المدينة، فسيدنا محمد بلغوا إن الأنصار هيقتلوا الأسرى دول، فقال لسيدنا عمر قل لهم ما يقتلوش العباس عمي. فراح سيدنا محمد، فواحد رد عليه من الأنصار قال أنقتل آباءنا ولا نقتل العباس لأنه عم رسول الله؟ والله لا نفعل. وبعدين عرف أن العباس كان مسلم، فإذا بي يندم ويقول ظللت أتصدق من أجلها 10 سنين، أنا آسف، أنا تسرعت، أنا غلطت، فظللت أتصدق من أجلها 10 سنين. شوف، وعايز يصلح المسار، عايز ياخد خطوة لقدام. بس عايز أقولك على حاجة بقى كمان، لو عايز تصحح مسارك مع الله اطمن جدا إن ربنا ألقى في قلبك لحظة الندم لأنه أرادك. لحظة الندم لحظة نافعة مغيرة مؤلمة عشان تصلح مسارك. عندك حاجة من التلاتة، يا إما تبقى بتعامل بلا مبالاة، مش عايز وجع دماغ بقى ومتضايق إن أنا ندمان وبتاع، يا عم خلي الدنيا حلوة كده، فتطرد الألم الجميل اللي ربنا خلقه جواك عشان ترجع وتصحح مسارك، فلا مبالاة وهروب. أو تجلد ذاتك، أنا وحش أنا وحش، أنا اتخلقت للعذاب، اتخلقت مش عارف للغلط، فالإنسان شايف نفسه إن ربنا ظلمه في الدنيا دي، والاتنين غلط. لحظة الندم الربانية صحح المسار، وانت مستعين بالغفار اللي بيغفر كل مرة كل شيء، او تقبل الواقع بس تعلم من التجربة. دي كانت لحظة الندم. يا رب خد بإيدينا لو حبينا نرجع لك يا رب، وافتح قلبنا لكل شيء تحبه وترضى عنه يا رب، وارزقنا القدرة على تغيير ما نستطيع تغييره، وألهمنا الشجاعة على تقبل ما لا نستطيع تغييره. الحمد لله رب العالمين.